يعني المدربين اللي فكرهم صعب شويه واللي انت بتواجهه بتلاقي صعوبه جدا في ان انت تطبق عليه او تخترقه. يعني كابتن طلعت يوسف مدرب برضو بيتقل عليك الجيم او عنده عناصر او حاجات يمكن بيستخدمها تتعبك. كابتن حسام حسن دول المدربين اللي انا بشوف ان هم عندهم امكانيات وعندهم ادوات بيقدروا يستخدموها بشكل كويس. ملعب صعب من الدوري السنه الجايه ان شاء الله. ملعب اسوان يبقى ملعب صعب بالنسبه للناس. الحقيقه جولة ابو تريكه في الصفاقسي انا فعلا كنت بتفرج على الماتش وقمت يعني قمت من التايم بتاع الجول ومن من حلاوه الجول وكل ده. وجول ابراموفيتش اللي هو منتخب السويد مش فاكر منتخب مين وجاب الجول اللي هو من بره ال 18 عمله باكورد كده. اكتر لاعب متعني في حياتي اكتر لاعب بشوفه هو الكوره بمعنى اصح يعني بجمله واحده هو رونالدو الظاهره. يعني كنت شايف ان ناصر ماهر رجوعه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت هيعمل طفره وهيبقى له دور محوري يعني بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ما اداش ده. لكن هو لسه عنده العمر وعنده الفرصه في ان هو يتالق تاني ويرجع النادي الاهلي ويبقى افضل من كده، لان ناصر عنده امكانيات كويسه جدا الحقيقه. بشوف صلاح محسن اول ما طلع في نادي انبي قريب من ادائي، بشوف محمد حمدي زكي في سموحه او في اول ما ظهر في الاتحاد قريب من ادائي وقريب من طريقه لعبي. مباراه صعودنا لكاس عالم اللي كانت في برج العرب بتاع الهدف بتاع محمد صلاح اوغندا